هما توزع ياخذوا في سياره شعبيه وهو مازال المواطن المتوسط ياخذ سياره شعبيه. تي تو اللبس عليه نجم ياخذ سياره، ما عادش تو انسان مويان دونك استاذ تقاه مرته استاذه شوف يخلطوا على سياره شوف ما يخلطوش. شوف انا سالت فيصل دربال لو تكنيسيان تاعنا تاع كتله حركه النهضه، قال لي هذا الفصل ما فيهوش شروط لشكون بالضبط هالسيارات هذه. قال لي نجم نفتحوا باب نتاع سوق موازيه. اش معناها؟ معناها انا مثلا يبدا عندي برشا فلوس ناخذ مثلا 10 سيارات وبعديك نبيعها في المارشي نوار. قال لي راه هو فصل مهم لكن خليونا في الميزانيه التعديليه نعملوا له شروط باش فعلا المواطن المتوسط لمويا هذه التونسي ينجم ياخذ سياره وياخذها. يعني نحن على شنو نحكيوا؟ نحكيوا على اعفاء جبائي، هذا هام جدا. ما تنساش انه نحن رانا عدينا الف سيار وكانت حاجه خارق العاده وبرشه توانسه يعني باعوا لي زاف سيار نتاعهم وبرشه توانسه يعني اتمتعوا بالبريفيليج هذا. قال سي فيصل خليونا نعملوا لها شروطها المعينه، نوع السيارات كذا، يعني الخيول نتاعها، يعني الاعفاء شكون باش يتم بالضبط، طبقات الطبقه المتوسطه، وخلينا ان شاء الله هالاعفاء هذا يمشي سبلي للمواطن المتوسط ان شاء الله باش يكون هذا في الميزانيه التعديليه. انا الحقيقه اللي حبيته يتعدى هو الفصل المخصص بالمعوقين. الحقيقه ذوي الاحتياجات الخصوصيه قد ما نعطيهم اعفاءات جبائيه، ثم فصول حقيقة قدمها سي معز بالحجر حمى باسم لجنة الفلاحة مهمة جدا، وثم فصل أنا راني امرأة موضوعية قدموا زميلنا مجير الرحوي بخصوص يعني المعوقين. أنا اعتبرته فصل هام وهام جدا. إن شاء الله يا ربي في الميزانية التعديلية نتبنى هذا الفصل كلنا ونعديوه على الجلسة العامة. هذا الفصل الذي يعفي ذوي الاحتياجات الخصوصية في الأصل وما عندهمش حتى يعني جباية، في الأصل نعفيهم نحن من كل الحقيقة أنواع الجباية. لا ثم فصول تبنتها الحكومة إن شاء الله باش تعدى في الميزانية التعديلية. الحقيقة وزير المالية الحالي سيد كاتب الدولة ممكن البعض يقولوا أن هما همش سياسيين لكن هما تقنيين بامتياز ولاد الدولة التونسية ولاد الإدارة التونسية. سيلكو علي حتى حد ما يشك في كفاءته. كيف سيد كاتب الدولة نحن خدم معنا يعني سنوات وهو من التكنيسيان كيف مدام حبيبة وكيف العديد من ساور رجال الإداريين الكبار ومختصين الكبار في البلاد تاع المالية. نحن جلسنا معهم وحتى مع أصدقائنا وزملائنا في الكتلة الديمقراطية. هناك فصول ذات بعد اجتماعي يعني أخرى إن شاء الله بقدرة ربي باش تكون في الميزانية التعديلية، لكن على شرط أنها تونس ترجع تخدم، انه البلاد تخدم، باش نجموا نحلوا مشكله الحظائر ونكملوا ننتدبوا الناس ونكملوا يعني نحدوا شويه من البطاليات وهذا لازمكم تخدموا. والحقيقه انا مع رفع كل الاجراءات الاستثنائيه في البلاد، الكوفيد نحاربوها بالبروتوكول الصحي، نلبسوا لي بافيت، نعملوا لجال، نعقموا، اما يلزم السياحه ترجع تخدم، يلزم القطاع المثقفين يرجعوا يخدموا، يلزم اصحاب التجار والحرف واسواق التوريست، راه الناس كلها تمرت، والمطاعم واللي تصوف في بالك الكل والقهاوي نتاع الليل ونتاع النهار، هذوما كلهم يلزمهم يرجعوا يخدموا، الفلاحه، السياحه، هذه القطاعات الكبيره في بلادنا باش نجموا نتنفسوا، اذا رانا تنفسنا ودارت عجلة الاقتصاد راهي تونس ان شاء الله من هنا الاشهر القادمه. وهذا راهو بالارقام يعني انا كنايب عادي تقدش من الميزانيه، اذا الشرط هذه توفر ان شاء الله بقدره تربي الميزانيه التعديليه يكون فيها بعض الفصول ذات بعد اجتماعي وان شاء الله يقع تطبيقها.